ما طبعا امتحانات بدأت امبارح للشعبة العلمية مادة اللغة العربية، لكن النهاردة طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية هيؤدوا امتحان مادة اللغة العربية. هتبدأ اللجان من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 1 الظهر، وهيتسلم الطلاب كراسة أسئلة وورقة البابل شيت اللي هيجاوبوا فيها، وبيتضمن الامتحان 60 سؤال. امتحانات الثانوية العامة 2021 بتعقد كأول ثانوية بنظام البابل شيت، وبيؤدي قرابة 649 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات. كمان بيشارك حوالي 133 ألف عضو في الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر للدرجات. زي ما بقول لحضراتكم امبارح 10 يوليو هتستمر لحد 2 اغسطس المقبل، وهتعلن النتيجه بعد اخر امتحان ب 10 ايام باقصى تقدير. ده بالنسبه لامتحان النهارده. طب نروح بقى لامتحان امبارح لغه الماده او ماده اللغه العربيه للشعبه العلميه اللي كانت امبارح. وطبعا يعني خلوني اعيد كلام الوزير الدكتور طارق شوقي، انه قال والله طريقه الامتحان الاختيار من متعدد، وهذه الطريقه الجديده لتقييم الطالب تم تدريب الطلاب عليها على مدار شهور طويله جدا. فيعني الطالب متعود على شكل ورقه الامتحان وطريقه الامتحان، والاسئله هتيجي زي كل الكلام ده. نيجي بقى لمضمون الامتحان. الحقيقه انه امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي انا شفت، واكيد حضراتكم شفتوا وتابعتوا، يقول لك ده الامتحان جاي فيه اسئله غريبه، اسئله يعني من صعبه قوي على الطلبه. زي على سبيل المثال جمع كلمه حليب. الوزير خرج وقال طبعا احنا ما شفناش ورقه الامتحان، ولا انت شفت ورقه الامتحان ولا اي حد، ولكن وبشكل يعني ينم عن قلة وعي، واعذروني ان انا بقول كده، لانه كتير جدا من الناس ساهموا في نشر هذه الشائعة، وناس كتير عملت شير او مشاركة للموضوع ده على صفحاتها وساعدت في نشره. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحقيقة استنكر الحديث ده عن انه كلمة جمع كلمة حليب جت في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة امبارح، وقال ان هي ما جتش اصلا في الامتحان. والوزير قال كده نصا: دعونا نفكر دقائق، من يصنع شائعة مثل هذه الشائعة، انه يقول يعني جمع كلمة حليب، ويقول الشائعة دي بعد الامتحان، وازاي انه المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة، ولماذا يصنع مثل هذه الشائعة؟ السبب واضح زي ما مكتوب اهو في كلام الوزير، السبب واضح وهو تصدير رأي عام ضد التطوير للرجوع الى الوراء وهدم كل شيء من أجل المكاسب من النظام القديم البائس. وقال كمان أنه لن يحدث أن تعلن الوزارة نتيجة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة منفردة، ولكن هنعلن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بالكامل. خلونا نقف عند كلام الوزير، فعلا النظام القديم نظام بائس، وهناك من يريد بمصر أن تفضل مكانها، مش عايزين مصر تتقدم. ليه مش عايزين مصر تتقدم؟ علشان يعني كارهين لمصر، كارهين للتطوير، كارهين لأنه مصر تبقى دولة عندها تعليم متطور. فمع أول امتحان الشائعات ابتدت تخرج، ويقول لك ده حطوا جمع كلمة حليب، هي بقى جمع كلمة حليب، فيخرج بقى يعني متخصصين في اللغة والنحو يقول لك لا ده ما فيش أصلا جمع ليها في اللغة، وإزاي يجيبوها في الامتحان، ويبتدوا يشتموا في الوزارة وفي التطوير، وإزاي بيعجزوا الطلبة إلى هذا الشكل. الحقيقة أنه لازم كل شخص ساعد في نشر مثل هذه الشائعة بدون التحقق منها، أن هو أسفة يتكسف من نفسه، وأنه المرات القادمة يتعلم يتأكد من أي حاجة بيقولها قبل ما يقولها وقبل ما يساعد في نشرها. فأنا بأؤكد لحضراتكم طبقا للي قاله الوزير أنه ده لم يرد في امتحان الثانوية العامة امبارح، وخليكم مستعدين أنه مع كل تطوير بيحصل هيخرج حد يقولك ده مش حقيقي، ده التطوير ده بيبوظ ما بيصلحش، ده لا احنا عايزين نرجع على قديمه بقى، لا وليه بنعمل كده في الطلبة، وانتوا بتجربوا في ولادنا، وليه النظام الجديد وانتوا فاجئتوا الطلبة والله. طب الوزير بيطمن حضراتكم أولادكم هينجحوا، أولادكم هينجحوا، أرجوكوا سيبوا المسؤولين يشوفوا شغلهم بدون عرقلة لكل التطوير اللي بيحصل، وهنجني الثمار، اصبروا وهنجني الثمار. ربنا يوفق الجميع طبعا في الامتحان كمان النهارده وكل امتحانات الثانوية العامة القادمة بإذن الله. خلونا ناخد جولتنا في محافظة